السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطريق إلى السعادة. كل الناس يحلمون بالحصول على السعادة، ولكن كل يقدرها بقدرها. فالبعض يظن بأن السعادة هي أنه يجمع الكثير من المال، يبحث عن الثروة، فتجده يسلك جميع السبل المباحة والممنوعة والمكروهة، المهم يحصل على المال. فإذا ما حصل عليه واكتنزه في الأرصدة البنكية وجد نفسه أنه ليس بسعيد. والبعض الآخر يظن السعادة في الشهرة، فيبحث عن الشهرة ويظل يسلك جميع السبل حتى يصير مشهورا، ثم بعد ذلك يكتشف بأنه شقي وأنه متعب. والبعض الآخر يظن السعادة في الألقاب العلمية، فتجده يكثر من الدراسات والأبحاث وينال أعلى الدرجات، ثم بعد ذلك يحصل على عدة دكتورات، وأخيرا يكتشف بأنه من أتعس خلق الله. والبعض الآخر يظن السعادة في أنه يحتوي على شكل جميل، فيذهب عند أطباء التجميل ويقوم بإصلاح نفسه وتغيير ملامحه، ثم بعد ذلك يكتشف بأنه لم يزدد إلا شقاء. والبعض الآخر يظن بأن السعادة في السلطة وفي الرتبة، فيظل يتسلق المراحل حتى يصل إلى أعلى رتبة في السلطة، فيكتشف بأنها لم تأتي إلا بالمتاعب وفقدان وقت الراحة، ويظل هكذا تائها. الكثير من الناس إذا سألتهم هل أنتم سعداء، فسيخبرونك بأن السعادة صارت حلما غاليا. البعض يقول الأصل في الإنسان هو التعاسة، وأن السعادة هي مجرد لحظات عابرة سرعان ما تزول. البعض إذا سألته لماذا أنت شقي، قد يقول لك لأنه تعرض لصدمة عاطفية وأنه لم يجد من يحبه ويوده، وبالتالي صار شقيا وتعيسا وكئيبا. والبعض الآخر يقول لك انتظمت في الدراسة لكنني لم أنجح، وسنوات طوال من الكفاح، ثم بعد ذلك كان مصيري الطرد من الدراسة. والبعض الآخر يقول لقد نجحت ووصلت إلى أعلى مراتب الدراسة، ولكن بعد ذلك لم أعثر على عمل. والبعض الآخر يقول لك درست ونجحت وعثرت على عمل، لكنني لم أجد نصفي الآخر. والبعض الآخر يقول وجدت نصفي الآخر وعلى عمل، ولكنني لازلت شقيا. الناس هكذا يدورون في حلقة مفرغة. البعض الآخر يقول لك كيف لي أن أسعد وواقع الأمة مزري، الأزمات في كل مكان، فقر وتهميش وظلم وإقصاء. والبعض الآخر يقول لك انظر إلى حال الأمة الإسلامية، نزيف في كل مكان وتشرذم وتفرق، وكل يقول كلاما. البعض الآخر يقول صراعي مع المرض، أنا مريض وسقيم وعليل ولم أرتح أبدا، فكيف لي أن أسعد؟ والبعض الآخر يقول إنني مظلوم ولم أجد من ينصفني ولا من يسمعني ويعطيني حقي، فأنا تعيس على طول. هكذا كلام الناس إذا سألتهم. الحقيقة أيها الأحبة الكرام أن السعادة هي مطلب لطالما الناس منذ الأزل يبحثون عنها وسيظلون يبحثون عنها. هو الحقيقة ليس هناك سعادة في الوجود،
هناك رضا فقط، الرضا، الرضا. أما السعادة الحقيقية فهي في الدار الآخرة، في الوجود، في الحياة الدنيا. هنا هناك ما يسمى بالحياة الطيبة التي تقوم على الرضا، هكذا وصفها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي هو معلم البشرية، وكل كلامه وحي من السماء. قال: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا وصف بسيط ولكنه مركز وبليغ ومختصر لسر السعادة. من أصبح آمنا في سربه، أول شيء هو الأمن، نعمة الأمن، أن تصبح وتجد أن هناك الأمن والأمان والسلم والسلام حولك في محيطك. تستيقظ صباحا، تذهب إلى عملك أو تبحث عن عمل، وتجد ليس هناك لا قطاع طرق ولا جرائم ولا فزع ولا عنف، فهذه نعمة عظيمة. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، نعمة الأمن ونعمة الصحة. إذا عندك صحة وعافية فأنت في نعمة شاملة، وحق لك أن تكون راضيا وتكون مطمئنا. معافا في بدنه، إذا وجدت أن هناك أناس آخرين عندهم أمراض وعندهم أسقام وعندهم علل وعندهم متاعب كثيرة، وأنت معافا في بدنك فأنت سيد الناس. من أصبح آمن في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، أزمة الغداء. إذا لم يكن عندك أزمة غداء، عندك قدرة على الإطعام والطعام أنت وعيالك وأفراد أسرتك، فأنت في نعمة شاملة. لخصها النبي الكريم فقال: من عنده هذه الأمور الثلاثة، معافا في بدنه وآمن في سربه وعنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافرها. لكن الناس عموما لا يكادون يرتاحون. قديما قالوا بأن الشيطان دائما يمنيك بالمفقود ويجعلك تكره الموجود. هذا إبليس، من مهامه أنه يوسوس للإنسان بأوهام، ودائما يمنيه بالمفقود الغير موجود، دائما تبحث عنه ولا تكاد تجده، وتكفر بالموجود، ما هو موجود ترفضه وتأباه. ما الذي يقع؟ يبقى الإنسان سنوات طوال يبحث عن هذا المفقود، يجري هنا وهناك ويطرق الأبواب لكنه لا يحصل عليه. وإذا ما حصل عليه هذا المفقود، سرعان ما يتحول إلى شقاء بالموجود، ويبقى الإنسان يدور في حلقة مفرغة. البعض الآخر يتحدث عن أزمة وما في أزمة، هو في خياله هناك أزمة، لأن منطقة تفكيره سقيم وعليل، فيتخيل بأن هناك أعداء، ويتخيل بأن هناك معارضين، ويتخيل بأن هناك سراق سرقوا لقمة عيشه، ويتخيل بأن هناك جواسيس يتلصصونه. كل ذلك خيالات وأوهام، هو صنع هذا الخيال، وبالتالي بدأ يحارب وبدأ يصارع، وما في أعداء سوى في تفكيره الذي هو عليل وسقيم. البعض الآخر لم يقترب من الخالق، وكان دائما عنده رفض لمبدأ القضاء والقدر، رافض لمبدأ القضاء والقدر، وبالتالي جعله الله تعالى يعذب بوضعيته. فكيف هو السبيل للحصول على السعادة؟ هو أصلا أيها الأحبة الكرام، السعادة بمفهومها الحقيقي فوق الكوكب الأرض غير موجودة، وإنما ربنا قال لهم الحياة الطيبة. الحياة الطيبة تشعر بأنك مطمئن وتشعر بالرضا على كل حال. أول ما يعطيك الرضا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الإنسان يرضى على ما قسم الله، الإنسان يرضى، ولكن إذا لم يرضى فسوف يعذب نفسه ويعذب من حوله. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. للأسف نجد بأن عدة دوائر في مجتمعاتنا عندها سخط على نفسها،
سخط على الوضع الاجتماعي، على النظام السياسي القائم، سخط على الكون بأسره، لأنه سخط على نفسه. لو كان راضي لنفسه لا رضي بالله ربا، ورضي بالمجتمع، ورضي بالوضع. فلا بد أن نرجع جميعا ونحيي عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في صدورنا، وإلا سوف نعذب. ربنا يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فلا بد أن يكون عندنا الرضا، ثم بعد ذلك لا بد أن يكون الإنسان عنده القناعة بالموجود، أن تكون قانعا. الشيء الذي أعطاك الله تعالى، صورك وأعطاك صورة معينة، لا بد أن ترضى بالصورة. أعطاك الله والدين، أعطاك إخوة أشقاء أسرة، أعطاك سكن في حي اجتماعي معين، أعطاك عمل وأجرة، وأعطاك أشياء. رغم أن الإنسان هو مسؤول عن صناعة وضعه، ولكن فوق ذا وذاك كله بقدر الله، لا بد أن ترضى. فإذا لم ترضى سيكون جزاؤك السخط، ومن سخط فعليه السخط. هناك من غير راضي على شكل وجهه، ينظر نفسه في المرآة ويشعر بالإحباط. وهناك من غير راض على والديه، وغير راضي على إخوته، وغير راضي على مسكنه، وغير راض على كل أجوائه. فما الذي يصنع؟ إنه يتعب نفسه ويتعب الآخرين من حوله. فلا بد من عنصر الرضا، ولا بد للإنسان أن يكون عنده دوما حينما يستيقظ صباحا أول كلام يقوله: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. الحمد لله على نعمة الحياة من جديد. نحن في النوم وكاننا أموات، وربنا يعيد علينا الحياة من جديد. لا بد للإنسان أن يكون عنده تفكير إيجابي. بعض علماء النفس يقول: هناك طريقة سهلة لتكون سعيدا، وهي استجمع طاقتك الفكرية واحرص على أن تفكر تفكيرا إيجابيا. تذكر حدثا سعيدا مر بك في حياتك، يوم نجاحك، يوم زواجك، يوم أن ازداد فراشك بمولود. المهم حدث سعيد تذكره، وبعد لحظة ستجد بأن الخواطر الإيجابية كلها ترد على ذهنك وقلبك. ما الذي حدث؟ يقول بأن المخ كما وضعه الله سبحانه وتعالى مبرمج، هناك برمجة عصبية وعقلية. لما تعطي الأمر للمخ بأن يفكر تفكيرا إيجابيا، فهو خزان لمجموعة من الأحداث، فهو يعطيك جميع الصور وجميع الأحداث السابقة اللي في الأرشيف عنده، يأتيك التفكير الإيجابي وتصبح سعيدا. السعداء هم من يحسنون منطقة التفكير، لكننا أكثرنا يقوم بعملية عكسية. عوض أن يفكر تفكيرا إيجابيا يفكر تفكير سلبي، حدث حزين أو حدث مؤلم، ثم بعد ذلك تجد بأن الخواطر الذهنية تتوارد على عقلك وفكرك ونفسك، فتصعد هرمونات الحزن إلى جسمك، لأن العقل مبرمج هكذا. لكي يكون العقل سليم ويفكر تفكير إيجابي، لابد أن يكون متصلا بربه. هذا العقل لابد أن يسجد. طريقة سهلة للحصول على السعادة، وهي أنك تدرب نفسك على السجود. كلنا نصلي ونسجد، لكن من منا يسجد خاضعا يقول: سجد لك قلبي وعقلي ومخي وأعصابي؟ لما تسجد لله تعالى، ربنا يبرمج هذا المخ وهذا العقل على أن يكون إيجابيا، وبالتالي تكون أكثر سعادة وأكثر بهجة. وخير ما يمكن أن نوصي به في هذا المقام وهو ذكر الله، لأن الذكر هو يحيي القلوب، الذكر هو الذي يسعد النفوس، الذكر يجعلك مطمئنا وراضيا بالمقسوم، وإلا ستبقى شقيا. وخير الذكر هي أن الإنسان في الصباح عندما يستيقظ يردد هذا الدعاء الذي كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يردده، كان يقول: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. ثم يتوكل على الله وينطلق في الحياة
ويرضى بما قسمه الله تعالى، وينوي أنه يفعل الخير في اليوم الموالي، ويسعى دوما في الخير إلى الأمام، ويكتب هذا الذكر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.